نبقى في شباك الثقافة وإلى لبنان الآن، حيث أعادت 40 لوحة فنية الحياة لفندق لبناني مهجور شاهد على ماض عريق. فندق صوفر الذي يقع شرق بيروت والمؤلف من 75 غرفة موزعة على 4 طبقات يملك مكانة سياسية عريقة، كان يستقطب طبعا الطبقة البرجوازية ونخبة نجوم الفن. رحلة مجانية إلى الماضي البعيد يأخذنا بها معلم عريق في لبنان، فندق صوفر الكبير الذي كان ضحية للحرب الأهلية اللبنانية يعود الآن إلى الحياة بحلة أخرى. 40 لوحة فنية للفنان البريطاني توم يونغ حكى فيها ذاكرة الفندق وبثت فيه الروح من جديد. هذا المكان مليء بالتاريخ، ترى هنا جميع العصور، وأنا حاولت في لوحاتي أن أستند إلى هذه العصور وأرسم لوحات من أزمان مختلفة. فندق صوفر بني في العام 1892 لعائلة لبنانية أستقراطية، وكان أحد أشهر الفنادق في ذلك الوقت، كما ضم أقدم كازينو في الشرق الأوسط. احتضنت قاعته وحدائقه اجتماعات ولقاءات سرية جمعت أمراء ودبلوماسيين عربا وأجانب. لقد كان لقادة جامعة الدول العربية لقاءات في هذه القاعة ربما في عام 1947. هنا ترى السنوات الأولى من الاستقلال اللبناني، ثم اجتماعات في الخمسينات والستينات. كل الحفلات وكل تلك الاجتماعات والأيام العظيمة حدثت هنا. 43 عاما من العزلة عاشها هذا المعلم التاريخي، لكن الصورة قد تبدلت. قاعاته 75 ومراته الخالية التي كانت شاهدا على ماض عريق استعادت اليوم بعضا من ذاكرتها وذكرياتها. ينضم إلينا مشاهدينا من بيروت الفنان توم يونغ، وهو رسام بريطاني من صوفر من الفندق، يعني هو موجود في الفندق عبر سكايب. أهلا بك توم. في البداية يعني أريد أن أعرف على ماذا ركزت في أعمالك اللوحات 40 والتي عرضتها في الفندق؟ بحس يعني كثير مهم نحترم التاريخ الثقافي الحضارة مميز في لبنان، والتاريخ هون بالفندق كثير مهم، مش بس للبنان، كل الشرق الأوسط، كل العالم كان هون. الاجتماع السياسي، الاجتماع عربي، الجيش البريطاني جنرال فيز والفرنسي، وكمان فنانين أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، أجنبور، وعمر شريف، أصمحان، كلهم ضلوا هون بالفندق. بس حرام حرام لبنان، حرام المحل. طيب توم، يعني على شو اعتمدت مشان رسم الصور واللوحات؟ باللوحات في كثير قصص ذكريات من الفندق. شغلت هون بالفندق بالسنين تقريبا، درست تاريخ في كتاب أمين ريحاني اسمه طلب لبنان، يجيب الهام من ذكريات من التاريخ هذا. طيب
بالنسبة للوحات يمكن تم توزيعها على الطابق الأرضي، هل كان هناك تسلسل زمني لحتى تنقل الزائر إلى ذاك تلك الأيام؟ ما بعرف حسن، ما بفهم كل شيء. يعني كيف حاولت يعني كيف حاولت تكون إنه اللوحات الموجودة فيها موضوع الزمن أن تعيد أو تقرب من يجي يتفرج على الصور أن يرجع إلى أيام الزمن الجميل، أيام كيف كان الفندق؟ إيه صح إن شاء الله نرجع الحياة جديدة حلوة على الفندق. منبلش يعني مع المالك رودريك سوسو كوكران، هو صديقي من زمان. بدنا جيب شيء حلو للصندوق وللبنان كمان. إن شاء الله بعد المعرض راح يكون في معرض ثاني للفنانين من المنطقة قريب توفر وجبل لبنان والشرق الأوسط كل الأعلام يعني أحلى مثلا. طب توم شو حيكون المعرض عن شو القادم؟ عن شو هيدا معرض هيدا معرض عن الفندق عن تاريخ صوفا كمان درسهم عن ذكريات يعني هرام بي حرب أحلية بلبنان ذكريات يعني في حدود بيننا وتاريخنا يعني في مشكلة بلبنان عشان في كثير ذكريات راحوا حرام عن كثير مودرن ديفلوبمنت أبراج جديد التاريخ مميز في لبنان لازم نحترم يعني لازم نحافظ عليه عشان عشان الأشخاص السياسي لا بمستقبل إن شاء الله فينا نعمل شيء حلو هون إن شاء الله مستقبل حلو إن شاء الله. شكرا جزيلا لك توم يونغ، رسام بريطاني، كنت معنا سكايب من داخل فندق صوفر الكبير في لبنان. شكرا جزيلا لك وإن شاء الله حنشوف أعمالك القادمة.